من المآسي أو من مآسي الخريجين العاطلين عن العمل، مهندس كهرباء من محافظة البصرة يسكن في بيت مؤجر والبيت في التجاوز أصلاً وليس لديه أي وظيفة، وعندما ذهب للتقديم على الوظيفة هو يقول طلبوا منه أي المسؤولين في قسم التعيينات مبلغاً مالياً كرشوة، وإن لم يكن يملك المال فالسؤال هو إلى أي حزب منتمن أنت؟ فنشاهد. صار تقريبا هسه 13 سنه يا هل اروح الى عد فلوس يعينوني اذا تابع الحزب يعينوني، هاي لا تابع الحزب ولا عد فلوس وكلها تريد من عندي، وهاي حالتي اشتغل على باب الله لو عد هذا وعد ذاك، هاي حكومتنا جايفه تحصرت كل شيء ما حصلت منها، قاعد بالايجار ملك ما عندي شبر بهذا العالم، تجاوزي والله قاعد تجاوز تجاوزي ما بايجار تجاوز لو ملك ما يخالف ايجار وتجاوز إيجار، سمعوني مشاهدين، إيجار وتجاوز ومهندس مو هندسة كهرباء، هندسة كهرباء بجامعة بغداد والمرحلة الأولى يشتغل منا ومنا، شلون المتسول بالبيوت مع احتراماتي إليه؟ أيوة ليش ما تعين؟ لأنه ما تابع الجهة، لأنه ما عنده إمكانية يطيل 10 ورقات. سمعوا يا محافظة، اسمع يا أسعد العيداني، اسمع عادل عبد المهدي أبو العدس، اسمع هاي اتمنى الرسالة توصل، وقاعد بتجاوز وإيجار مهندس كهرباء ما يسمون شيء والله، ما ماكو واحد بيكم عنده شهادته، وحق محمد اتحدى واحد عنده شهادته، 5% عندكم شهايد وكلها جبتوها من روسيا ب30 ورقة، هو 5% وعين والله ما عندكم شهايد العراق والله العظيم، 3% بس اللي شايلين شهادة.